المسائية من الميادين، سلام الله عليكم وإلى عناوين الملف. وزير دفاع بريطانيا خليفة واشنطن الأولى في العالم يقول إن أمريكا لم تعد قوة عظمى، فما الذي تغير؟ أمريكا لا تزال قوة كبرى، لكن انغماسها في الحروب وفشل سياساتها هشما هيبتها، فهل هي تراجعت أم قوة خصومها تعاظمت؟ الأمريكي فرانسيس فوكوياما يكتب عن النهاية المبكرة للهيمنة الأمريكية، فأين أخطأت واشنطن وهل تعدل سياساتها؟ خلال المعركة الانتخابية الرئاسية في الولايات المتحدة، اتهم جو بايدن خصمه دونالد ترامب بأنه أفقد أمريكا هيبتها بسبب سياسته الخارجية. وبعد فوزه في الانتخابات قال بايدن أنه سيعيد إلى أمريكا مكانتها في قيادة العالم، وهو كلام يعني أنها لم تعد في ذلك الموقع. اليوم يتحدث وزير دفاع بريطانيا الحليفة الأولى لأمريكا في العالم ويقول بكل صراحة ووضوح إن أمريكا لم تعد قوة عظمى. فما الذي دفع بن والاس إلى هذا الموقف؟ وما هي مواصفات القوة العظمى؟ ولماذا لم تعد أمريكا كذلك؟ وجهة النظر البريطانية ربما تلتقي مع دعوات الاتحاد الأوروبي بعد التطورات في أفغانستان إلى ضرورة إنشاء قوة أوروبية خاصة بها للرد السريع والدفاع. ألا تعتبر هذه الدعوات الأوروبية نتيجة لفقدان الثقة بالحليف الأمريكي وبقدرته على الردع واتخاذ القرارات والمبادرة وتحقيق الانتصار؟ النقاش بشأن مكانة أمريكا يتفاعل، فالمفكر الأمريكي فرانسيس فوكوياما يتحدث عن نهاية مبكرة للهيمنة الأمريكية على العالم، وعليه يطرح السؤال: هل هذه النتيجة سببها تراجع القدرات الأمريكية أم تعاظم قوة خصومها؟ مشاهدينا في المسائية اليوم نستضيف من القاهرة الأكاديمي والدبلوماسي السابق دكتور عبد الله الأشعل، ومن واشنطن محرر شؤون الأمن القومي في صحيفة واشنطن تايمز جاي تايلر، ومن القاهرة النائب السابق عن حزب المحافظين جاك أرنولد من لندن. حييكم ضيوفي الثلاثة. ومشاهدينا، وزير الدفاع البريطاني بن والاس يقول أن القوة العظمى غير المستعدة للالتزام بشيء ما قد لا تكون على الأرجح قوة عظمى، المقصود هي الولايات المتحدة، فهل فقدت قوتها بالفعل وهل نحن أمام تشكل نظام عالمي جديد؟ شهر عسل جو بايدن مع عواصم أوروبا من لندن إلى برلين عكرت صفوه أفغانستان، لكنها لم تكن سبب الخلاف الوحيد الذي دفع بعضها إلى التفكير بمستقبل مستقل عن الولايات المتحدة. لغة الجسد هنا تروي الكثير، فبعد سنوات من الزمن المر مع ترامب، صور لقاء القادة الأوروبيين مع بايدن كفيلة بإيصال مدى رهانهم على التغيير مع الإدارة الجديدة. تلك القوة لم تعد عظمى بالنسبة لوزير الدفاع البريطاني الذي انتقد الولايات المتحدة بشدة لاعتبارها غير مستعدة للالتزام بشيء لأنها مجرد قوة كبيرة. هذا التراجع أو المراجعة للعلاقة ببايدن لم يثرها الانسحاب المذل بحد ذاته، لكن لعدم التنسيق مع الحلفاء والتدافع الدولي للإخلاء دور في هذا الغضب. بالجبان وبأكبر كارثة شهدها الناتو منذ تأسيسه، وصف الأوروبيون الانسحاب، وهو بالنسبة لهم فقدان واشنطن التام لهيبة الزعامة العالمية. توقعاتهم للإدارة الجديدة تبين خلال حيز قصير من الزمن أنها غير واقعية، وينبغي أن يكون ما حصل دعوة لهم للاستيقاظ من حالة الإنكار، فالوضع الطبيعي القديم لم يعد فعالا. وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي دعوا إلى دراسة مقترحات لتشكيل قوة رد سريع أوروبية على الأزمات بعد مشاهد الفوضى في مطار كابول.
فوضى على قمة هرم الخلافات التي توسع الفجوة مع الأوروبيين، لكن رقعة العداء لأمريكا اتسعت وامتدت خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك من تأثير سلبي على مستقبل أمريكا وضعف قوتها الصلبة والتأثير على قدرتها في بناء التحالفات، في وقت يسعى حتى حلفاؤها إلى ترتيبات جديدة مع دول أخرى لمواجهة استمرارها في استخدام القوة لبسط الهيمنة على الشعوب في حروب توسعية بتكاليف باهظة، في مقابل صعود قوى دولية كروسيا عسكريا والصين عسكريا واقتصاديا ودول إقليمية كإيران. صحيفة نيويورك تايمز اعتبرت أن تعاون الدول لمواجهة السيطرة الأمريكية وبحثها عن بديل لسياسة واشنطن يعنيان أن نظاما عالميا جديدا قد بدأ في التشكل. هذا هو ملف المسائية اليوم. مشاهدينا، مباشرة نتوجه بسؤال إلى ضيوفي وأبدأ من لندن. جاك أرنولد، كلام وزير الدفاع البريطاني بن والاس أيقظ أو عزز النقاش الدائر الآن في عواصم العالم حول المكانة الفعلية أو المكانة الآن للولايات المتحدة الأمريكية على مستوى العالم. رأيك مباشرة بما قاله وزير الدفاع البريطاني حول هذه المسألة مستر أرنولد؟ أعتقد أن بن والاس كان يشير إلى الوضع الكارثي الذي حصل في أفغانستان، والولايات المتحدة دخلت لبناء دولة وسياسيا قد ملت، والمرشحان الرئاسيان بايدن وترامب أرادا الانسحاب، وللأسف بايدن انسحب بأسوأ طريقة ممكنة ولم يعمل بشكل فعال ويتعاون بشكل فعال مع حلفائه. وبالتالي تعتقد سيد جاك أرنولد أن ما قاله وزير الدفاع بن والاس يعبر عما يجول في خاطر الساسة في لندن؟ يعبر عن إحباطه بما حصل في أفغانستان. لا أعتقد أنه يملك تأثيرا سيئا على حلف شمال الأطلسي والناتو وإسهامات الناتو في أوروبا وفي أماكن أخرى في آسيا. إذن اليوم هذا أصبح موضوعا أمريكيا، والأمريكيون شعروا أنه يجب أن ينسحبوا من أفغانستان. الخطأ الذي حصل هو أنهم تعاطوا مع القاعدة بعد هجمات التاسع من سبتمبر أيلول، إذن لكنهم لم يعملوا بطريقة جيدة في بناء الدولة، وهذا لا يجب أن يكون من أهداف دولة عظمى في هذه الأيام. سيد جاي سايلر، سيد جاك أرنولد يتحدث عن ما جرى في أفغانستان بشكل مباشر، وربما يكون هو السبب المباشر لحديث وزير الدفاع البريطاني بن والاس بهذه الصراحة وحول هذه القضية المتعلقة بمواصفات القوى العظمى، وأن الولايات المتحدة الأمريكية قد لا تكون الآن في هذا الوضع. لكن سيد جاي تايلر، ليست أفغانستان وحدها كما يبدو أعطت مؤشرا أو ضوءا يفتح باب النقاش حول هذا الموضوع. ما جرى أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية في الداخل الأمريكي تحديدا في فترة الانتخابات واعتراض دونالد ترامب وما جرى في الكونغرس وغير ذلك أيضا أعطى مؤشرات. مناطق أخرى في العالم أيضا أعطت مؤشرات. نحن أمام حقيقة سيد تايلر أم ليس كذلك؟ الأمر ليس كذلك. عفوا، لا يمكننا سماع. يبدو صوت تايلر ليس مسموعا في هذه الأثناء. سنحاول سيد تايلر التواصل معك خلال ثواني قليلة. دكتور عبد الله أشعل، أسعد الله أوقاتك، أخذ رأيك مباشرة فيما طرحناه، تفضل. أنا أعتقد أن تصريح وزير الدفاع البريطاني سابق لأوانه جدا، وأن الولايات المتحدة فعلا تتراجع ولكن بمؤشرات معينة. في ثلاث مؤشرات
على تراجع الولايات المتحدة ما لم يتم تداركها، فإن الولايات المتحدة ستخلي الساحة للقوى الأخرى التي نمت فعلا، وأهمها روسيا بعد أن قضت الولايات المتحدة والغرب عن الاتحاد السوفيتي. ظهر بوتين لكي يعيد أمجاد الإمبراطورية الروسية والاتحاد السوفيتي معا، ولذلك هو شخصيا أكبر تحدي للولايات المتحدة. والولايات المتحدة تريد فعلا أن روسيا تعود دولة صغيرة وتفكك الاتحاد الروسي نفسه. النقطة الأولى في الداخل الأمريكي هي العنصرية وسيطرة البيض الأنجلو ساكسون على مقاليد السلطة واحتقارهم للمهاجرين اللي هم يعتبروا حوالي 80% من الشعب الأمريكي. نمرة اثنين إسرائيل، إن الولايات المتحدة تضع ثقلها كله وراء إسرائيل وتضحي بالقانون الدولي وتنتهك كل المحرمات القانونية الدولية لصالح إسرائيل، رغم التحذيرات المختلفة من أساتذة كبار في الولايات المتحدة حذروا من أن ذلك له ثمن باهظ بالنسبة للقوة الأمريكية وتأكلها. ولكن الولايات المتحدة دائما تلتزم بالخط الذي وضع لكل الرؤساء الأمريكيين. نمرة ثلاثة، أن الولايات المتحدة فقدت المصداقية بالتدريج، ولذلك فإن الولايات المتحدة عليها أن تقرر من الآن وتعيد النظر في سياستها. أليست هي التي صنعت القاعدة؟ أليست هي التي صنعت داعش؟ أليست هي التي صنعت طالبان؟ وأنا كنت مستشار قانوني لمنظمة المؤتمر الإسلامي 5 سنين، من 1985 لغاية 90. الولايات المتحدة صنعت طالبان وفضلتها بعد ما استخدمت التيارات الإسلامية في محاربة الاتحاد السوفيتي في أفغانستان. بعد كده دخلوا 8 طوائف دخلوا في حرب أهلية رجحت هي طالبان عليهم جميعا سنة 96، ودعت إلى الاعتراف الدولي بطالبان، فلم يعترف بها سوى 3 دول، باكستان والسعودية والإمارات، ورغم أن طالبان كانت تسيطر على 95% من أراضي أفغانستان. إذن القضية هي أن تراجع الولايات المتحدة نفسها، هي التي صنعت طالبان، وهي التي صنع، لدرجة أن في بعض المحللين الأمريكيين يقولون أن ما حدث هو ترتيب واتفاق بين طالبان والولايات المتحدة. فهذا يقلل من شأن الولايات المتحدة كقوة عظمى. تمام. طيب دكتور عبد الله، اسمح لي أعود إلى واشنطن وسيد تايلر، كنت طرحت عليه سؤال وشرع في الإجابة، لكن حال خطأ تقني بيننا وبينه. سيد تايلر تفضل، نستمع إليك الآن. بداية، ما تقوم به أمريكا حاليا هو إعادة تقييم سياساتها وقدرة واشنطن لمراجعة وتقييم سياساتها. هو مؤشر أن الولايات المتحدة ليست في تراجع. السردية أن الولايات المتحدة تتراجع هو سردية مناسبة لمعارضي الولايات المتحدة مثل إيران، الصين، روسيا، لكي يقوموا بالترويج لهذه المعلومات. المجتمع الاستخبارات الأمريكي يقبل هذا، فهذا ليس صحيحا. فأمريكا ليست في موضع تراجع. وبعد أن قلنا ذلك، كلمات وزير الدفاع البريطاني إذن هو مدفوع بهدف سياسي، وهذا مهم، لأن الولايات المتحدة يملكان علاقات دبلوماسية خاصة كبلدان تتحدث الإنجليزية مثلا. الأمريكا فكرة أن بن والاس سيقوم بمهاجمة الولايات المتحدة بهكذا كلام يشير أن وزير الدفاع يؤمن أنه سوف يربح نقاط سياسية في بريطانيا وفي أوروبا بشكل عام، في فرنسا، ألمانيا أو في الاتحاد الأوروبي، من خلال إذن تعرض ومهاجمة الولايات المتحدة. وهذا مقلق، أن الأوروبيين محبطين بالولايات المتحدة. الأوروبيون عليهم أن يتذكروا أن الولايات المتحدة تقوم
طبعا بمطالبة الناتو والاتحاد الأوروبي ليدفعوا لأمنهم، يطوروا دفاعاتهم، لأن الولايات المتحدة تعبة من استغلال الاتحاد الأوروبي للصناعة الدفاعية في أمريكا. في الوقت نفسه علينا أن ندير المرآة إلى بين وولس. بريطانيا وافقت على الانسحاب من أفغانستان. بريطانيا قامت باحتلال باكستان وأفغانستان والهند لأكثر من 200 عام حتى منتصف القرن الماضي، ومن ثم الإمبراطورية البريطانية انهارت. فكرة أن وزير الدفاع البريطاني يملك الآن الوقاحة أن ينتقد الولايات المتحدة لتفادي إذن أنشطة توسعية وإنهاء احتلال أفغانستان، إذن هو أمر مثير للسخرية. سخرية بعد، خاصة بعد الإمبراطورية البريطانية إذن قامت باحتلال المنطقة 20 عقدا. فهذا أريد أن أعطي فقط سياقا لسخافة هذا البيان. هل نحن في مشهدية جغرافية سياسية جديدة؟ نعم. هل هنالك منافسة بين الولايات المتحدة الصين وروسيا كقوة عظمى؟ نعم بالطبع. هل الولايات المتحدة قوة عظمى؟ نعم هي قوة عظمى، وقد أظهرت قدرتها لتنسحب بطريقة فعالة من احتلال سيء. أعتقد أنه علينا أن ننظر ما سيحصل الآن، كيف ستقوم إدارة بايدن إذن بتحسين صورة هذا الاحتلال؟ سيد تايلر وأنت تتحدث كنت أتابع ردود فعل سيد جاك أرنولد، وكان يبدو عليه علامات التعجب، يعني ربما لم تظهر على الشاشة لكن كنت ألاحظها من خلال المونيتور هنا، وأريد أن أعرف أسباب التعجب لدى جاك أرنولد مما في مداخلة سيد تايلر. المشكلة الأساسية هو أن الأمريكيين دخلوا إلى أفغانستان بعد هجمات 11 من سبتمبر أيلول، ومن قبل أشخاص كانوا في أفغانستان. ما الذي أخطأوا فيه هو أنهم هاجموا القاعدة، ومن ثم إذن اهتموا بعملية بناء الأمة 20 عاما، وهنا ارتكبوا أكبر خطأ. بريطانيا 3 مرات عبر تاريخها إذن حاولت أن تقوم بإذن بناء دولة في أفغانستان وفشلت، كما فشلت روسيا. الجواب ليس دور أي قوة أجنبية أو دولة مجاورة أن تتدخل في أفغانستان بحد ذاتها وبترتيبات السياسية في أفغانستان. هذه هي الأمثول التي تعلمناها. أمضوا 20 عاما، أنفقوا كميات هائلة من الأموال، وأخيرا كان عليهم الانسحاب وانسحبوا دون استشارة حلفائهم، وكانت النتيجة كما رأيناها. لكن ألا تعتقد سيد جاك أرنولد أن بريطانيا تحديدا، الأوروبيين بشكل عام يؤيدون سياسات الولايات المتحدة الأمريكية، وغالبا ما يكونون شركاء فيها في العراق، في أفغانستان، في أكثر من مكان، ولكن النتائج الكارثية دائما يحيلونها إلى الولايات المتحدة لوحدها؟ يعني بمعنى أن دائما الأمور السلبية تلقى على عاتق واشنطن، بينما الأوروبيين يتنصلون من المسؤولية أو من تحمل الأعباء. أنت الآن تناقش موضوعا مختلفا للغاية. الإسهامات مثلا في للناتو، بريطانيا والولايات المتحدة هي البلدان التي تقوم بإسهامات مناسبة لحلف شمال الأطلسي الناتو، وهي إسهامات حيوية. الشكاوى التي سمعناها هي الإسهامات القليلة التي تقوم بها بعض الدول الأوروبية في حلف شمال الأطلسي، وهذا نقاش جار حاليا ونقاش مهم. هل نحتاج الناتو لتعمل في إذن في أوروبا؟ هذا أيضا سؤال. لكن دكتور عبد الله الأشعل، إنشاء
يعني الحديث عن تصريح وزير الدفاع البريطاني والعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. في عهد دونالد ترامب جرى استبعاد الشركاء الأوروبيين والحديث عن أمريكا أولا، وأكثر من ذلك مخالفتهم أو الابتعاد عنهم في كثير من القضايا. اتفاق النووي الإيراني سحبت الولايات المتحدة بشكل منفرد دون أن تتشاور مع حلفائها الأوروبيين وشركائها الأوروبيين. في اتفاقية المناخ على سبيل المثال أيضا كذلك لم تستمع الولايات المتحدة الأمريكية لشركائها. كثير من القضايا يعني لا مجال لذكرها الآن. اليوم جو بايدن يريد استعادة هذا التنسيق وهذه الشراكة مع الحلفاء الأوروبيين، لكنه لا يبدو بأنه يعني ينجح في ذلك حتى الآن على الأقل، لأننا سمعنا بأن الاتحاد الأوروبي دول أوروبية تريد إنشاء قوة خاصة بها للرد السريع، والكثيرون اعتبروا ذلك نوع من فقدان الثقة بواشنطن. فعلا الرئيس ترامب أضر بالقوة الأمريكية ضررا بليغا، وخصوصا فيما يتعلق بخلخلة العلاقة بين أوروبا والولايات المتحدة. لذلك بدأت أوروبا تشك في قدرة الولايات المتحدة في قيادة الغرب نحو الطريق السليم، خصوصا وأنها جلست في هذا المقعد منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الآن. ولذلك فالرئيس بايدن يريد فعلا أن يصحح ما أفسده ترامب خلال فترة الأربع سنوات، ولكن المهمة صعبة جدا عليه. لا بد أن يعترف بأن الولايات المتحدة كقوة عظمى لا تستطيع منفردة أن تقود العالم، ولا بد أن تكون مثلا أعلى في الالتزام بالقانون الدولي. ولذلك فالمساعي بايدن لن تنجح لأنه لا يوجهها إلى ثلاث عورات التي أشرت إليها. المجتمع الأمريكي مجتمع عنصري حتى النخاع. وأنا عشت في الولايات المتحدة بعض الوقت ولاحظت أن الأنجلو ساكسون يتسيدون، اللي هم أصل الولايات المتحدة، اللي هاجروا من سنة 1492 مع كولومبوس. هؤلاء، وأنا شايف الحقيقة المناقشة دي هي صراع داخل معسكر الأنجلو ساكسون بين بريطانيا وبين الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تولت قيادة العالم بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة، لكن بصفة غير رسمية. لكن بعد الحرب العالمية الثانية وعندما أجهدت لندن وكانت تضرب يوميا بالقنابل من جانب ألمانيا، تدخلت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي لتحرير أوروبا من الاستعمار أو الاحتلال الألماني وغيره. نعم. فكده التبعات القيادة تحتاج إلى فعلا تقوية الولايات المتحدة من الداخل واحترام القانون الدولي وأن تكون مقنعة. لكن دكتور عبد الله، السؤال الذي يطرح الآن أو يطرحه كثيرون الآن، هل تعثر واشنطن في أفغانستان أو الطريقة التي خرجت بها الولايات المتحدة هذا المشهد الذي خرجت به الولايات المتحدة كافي للقول بأن القوة الأمريكية تتراجع؟ هل عناصر القوة أو عناصر القوة العظمى متعلقة بكيفية الانسحاب من هذا البلد أو ذاك البلد؟ يعني لماذا الاستدلال على سوء الانسحاب أو بسوء الانسحاب على قوة عظمى أو على عناصر قوة عظمى؟ ألا يعتبر الاقتصاد والمجتمع والسلاح والأبحاث وغيرها من والثقافة هي عناصر القوى العظمى وليس الخروج بطريقة معينة؟ قرار الانسحاب من أفغانستان كان قرارا من جانب الرئيس ترامب، ولكن نفذه بايدن. وإذا كان هناك فوضى في الانسحاب وعدم تيقن من كل الأطراف، فإن ذلك لا يقدح مطلقا في قوة الولايات المتحدة كقوة عظمى. المؤشرات المعتمدة للقوة العظمى هي نمرة واحد، تماسك المجتمع الأمريكي حول سياسات معينة في الداخل والخارج، وهناك خلخلة في هذه النقطة. نمرة اثنين، أن تكون القوة العسكرية كافية لتغطية جميع مناطق العالم وخوض الصراعات بنجاح.
الولايات المتحدة تتعثر في هذه النقطة، ولذلك كان احتلال أفغانستان والعراق كان خطأ جسيم جدا من جانب الرئيس بوش. نمرة ثلاثة، الولايات المتحدة تحتل 57% من تجارة العالم، يعني أكبر من الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي 20%، ولذلك في الولايات المتحدة لا تزال قوة عظمى، ولا يقدح في هذه القوة العظمى انسحابها غير المنظم أو غيره. دي هذه نظرة سطحية جدا للقوة العظمى. طيب، هنا سيد جاي سايلر في واشنطن، كلام وجيه للغاية يقول الدكتور عبد الله الأشعل عما يعتري هذه القوة العظمى من ضعف في الداخل، وشهدنا ما جرى خلال الانتخابات الأمريكية الرئاسية الأمريكية الأخيرة والنقاشات التي تجري الآن، وفي الخارج أيضا التعثر في أكثر من مكان، في العراق، في أفغانستان، في أكثر من عدم النجاح مع إيران، سياسة الضغوط القصوى مع إيران فشلت بالمطلق، قانون قيصر ضد سوريا يفشل الآن، وبالتالي يعتمد الدكتور الأشعل على هذه العوامل وغيرها في القول أن أمريكا قوة عظمى، نعم، ولكن بات يعتريها الضعف. الولايات المتحدة نعم لديها نقاط ضعف بالطبع، لكن يمكننا أن ننظر إلى كل هذه المواضيع التي تطرقت إليها إلى نقاط نجاح، نجاحات في سياسة الولايات المتحدة. قد يكون من الصعب أن ننظر إلى الموضوع إذا أردنا فقط أن ننتقد المتحدة، ننظر إلى الحكومة في العراق. الحكومة في العراق قبل إذا اجتياح الأمريكي كانت ديكتاتورية. رئيس الوزراء العراقي كان في واشنطن مؤخرا وكان يقدم رسالة امتنان للولايات المتحدة أن الولايات المتحدة ساعدت في إطاحة بالحكومة بعد أحداث 11 من سبتمبر أيلول، ونجحت المتحدة في مساعدة إذا تجنيد المجتمع الدولي لمواجهة التطرف الإسلامي والاجتذاذ التنظيم الدولة من خليفتها في سوريا والعراق. كل هذه الأمور حصلت في الوقت نفسه. هل هنالك إذن أي نزاع بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا؟ نعم بالطبع، جو بايدن أراد أن يحسن الأمور، أراد أن يجعل الأمور تبدو وأن لكن كل قبل الأمور قبل ذلك يعني قبل ذلك سيد تايلر النجاح في الإطاحة بصدام حسين، معمر القذافي، أو حتى القضاء أو محاربة تنظيم القاعدة في أفغانستان، لكن قد يطرح السؤال بشكل معاكس يتعلق بالأهداف التي وضعتها واشنطن لنفسها من خلال هذه الحروب. نشر الديمقراطية على سبيل المثال، أين هي الديمقراطية التي نشرتها أمريكا في البلدان التي سيطرت عليها؟ هاي أفغانستان تعود طالبان مرة أخرى. أين يعني موضوع نشر الديمقراطية فشلت فيه الولايات المتحدة. الأمر الآخر محاربة الإرهاب منذ العام 2001 عندما غزت الولايات المتحدة أفغانستان لضرب تنظيم القاعدة كان الهدف هو محاربة الإرهاب والقضاء عليه، لكن بعد ذلك بسنوات عاد داعش وعاد تنظيم القاعدة وفي أماكن توسع أكثر مما كان فيه في أفغانستان، انتشر في العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي ساحل شمال إفريقيا. وبالتالي ألا تعتقد أن هذه الأهداف لم تتحقق، فشلت؟ لا أرى الأمر بهذا المنظار. السبب؟ لا أرى أن الإرهاب ينتشر في شمال أفريقيا وشرق الأوسط كما ذكرت. أعتقد أنه من أهداف الحكومة الإيرانية أن تنشر الإرهاب في الشرق الأوسط وأن تدعم الانقسام بين الطوائف الإسلامية من خلال دعم الميليشيات الشيعية. ننظر إلى حزب الله والنجاح الذي حققه حزب الله خلال 25 عاما في التحول من حزب
حركة معادية للسامية والصهيونية في لبنان إلى حزب سياسي، وقام بطبعا إفشال حكومة ديمقراطية في لبنان. هل هذا سبب الولايات المتحدة أو حزب الله هو الذي قام بضرب القاعدة الأمريكية عام 1984 في لبنان؟ يمكنك أن تخبر قصصا كثيرة، وأنا يمكنني أن أخبرك وأنت ستقول لي أن. لكن ما دخل ذلك سيد، ما دخل ذلك سيد تايلور بما طرحت عليك من أسئلة؟ لقد حاولت أن أجيب على الأسئلة التي طرحت عليها لكنك تقاطعني. سأعود إلى السؤال الأساسي. إذن حول الحزازية اليوم بين الولايات المتحدة وأوروبا التي بدأ قبل أن تبدأ إذن بانتقاد الولايات المتحدة، وهو عنوان الحلقة اليوم، ما يحصل هو أن الصين وروسيا يقومان باستخدام سلطتهما على أوروبا الغربية بطريقة لا أعتقد أي شخص في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية والصين أو روسيا توقع هذا الأمر في بدايات إذن الحرب الباردة. هذا ما نراه اليوم. ونتيجة لذلك هنالك حزازية متزايدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. نرى ذلك في قطاع الطاقة في روسيا، حيث الروس يقومون ببناء خط أنابيب مع تعاون ألماني في قلب أوروبا الغربية. نرى هذا إذن في قطاع التكنولوجيا مع استعداد الاتحاد الأوروبي بإقامة علاقات خاصة مع بكين ودعوة الشركات الصينية لقطاع الجيل الخامس 5G. هذا أمر تناهضه الولايات المتحدة، لكن هل الولايات المتحدة تملك القوة لمواجهة هذا؟ إذن هذا إظهار القوة هذا من قبل الصين والروس في قطاع الطاقة وقطاع التكنولوجيا، هذا سؤال جيد. أعتقد الولايات المتحدة ستستمر في صرف المال في مثلا في احتلال مواقع مثل العراق وأفغانستان؟ كلا، لن تملك القدرة الاقتصادية لمواجهة. طيب، هذه اسمح لي سيد تايلور أن أشرك في هذا الحوار الذي تحدثنا به حول الأهداف، وأيضا ملاحظات الدكتور عبد الله الأشعل التي أشار إليها أو استدل فيها على أن ما قاله وزير الدفاع البريطاني بن ولس كان فيه شيء من الدقة. سيد جاك أرنولد، رأيك إذا سمحت بما سمعته حتى الآن. رأيي هو أن وزير الدفاع البريطاني إذن أجاب عن الأحداث التي حصلت في أفغانستان، إذن كان يشير إلى قوة الولايات المتحدة خاصة بعد أهدافها في بناء دولة في أفغانستان، وهذا أمر تحدث عنه الرئيسان ترامب وبايدن، وقرر الانسحاب من هذه الحرب الأبدية كما وصفها. ولكن هذا لا يؤثر على الولايات المتحدة وحلفائها وعلى أنشطتهم في العالم في مواجهة مواضيع أخرى وأمور أخرى. علينا أن ننظر بدقة حول ما سيجري في أفغانستان خاصة بعد الانسحاب ومع وجود ظهور الطالبان، والولايات المتحدة وحلفائها وأنشطتهم في العالم سوف تستمر. وهذا لكن السؤال سيد جاك أرنولد أيضا أشرت إليه لكن مرورا، حول بحث أوروبا وإعلان أوروبا أنها تبحث الخروج من المظلة العسكرية الأمريكية وإنشاء قوة أوروبية خاصة بها للرد السريع. كثيرون اعتبروا ذلك فقدان ثقة أوروبية بالحليف الأمريكي وبقدرته على الردع. قدرات العسكرية للولايات المتحدة إذن لا يجب التشكيك بها. ما يجب التشكيك به هو إسهامات التي قامت بها البلدان الأوروبية لجيش التحالف، وهذه هي المشكلة وهذه سخرية. اليوم عندما يتحدثون عن إقامة قوة عسكرية أوروبية، وهذا طبعا يشبه الأنشطة السابقة للمفاوضات الأوروبية التي تنتهي بفشل وبخلاف، هذا ليس الجواب. الجواب هو أن تقوم الدول الأوروبية بتقديم إسهاماتها و
أن تقوم بدعم اتفاقيات الحلف شمال الأطلسي الناتو ودعم أيضا التحالفات الغربية. طيب سيد جاك أرنولد، سيد جاي تايلر، دكتور عبد الله الأشعل، مشاهدينا سنتوقف عن فاصل قصير، بعده نكمل أيضا موضوع الانتقادات الموجهة للولايات المتحدة الأمريكية، والحديث تجاوز الحد السياسي أو ما أطلقه وزير الدفاع البريطاني، ليتحدث المفكر الأمريكي فرانسيس فوكوياما عن هذه المسألة في مقال أثار الجدل خلال اليومين الماضيين. نتوقف مع فاصل ثم نعود. تحية جديد مشاهدينا. ما جرى في أفغانستان هو بمثابة نهاية إخصائية ومبكرة للهيمنة الأمريكية على العالم، هذا ما أكده الكاتب والمفكر الأمريكي الياباني فرانسيس فوكوياما في مقال له نشرته مجلة الإيكونوميست البريطانية. هو تحول جسيم في تاريخ العالم، يقول فوكوياما قبل أن يحيل أسباب ما جرى إلى الانهيارات والهنات البنيوية التي تراكمت في الداخل الأمريكي عبر زمن طويل. ويرجح الكاتب أن الولايات المتحدة لن تستعيد وضعها السابق في الهيمنة، ولا ينبغي أن تطمح إلى ذلك، مشيرا إلى أن ما يمكن أن يأمله الأمريكيون هو العمل مع البلدان ذات التفكير المماثل للحفاظ على نظام عالمي صديق للقيم الديمقراطية. ويضيف أن مدى قدرة الولايات المتحدة على القيام بذلك لا يعتمد على الإجراءات القصيرة المدى في كابول، ولكن على قدرتها على استعادة الشعور بالهوية الوطنية والإحساس بالهدف داخل البلاد. وخلص فوكوياما إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستبقى قوة عظمى لسنوات عديدة، لأن السؤال الذي يجب الإجابة عنه الآن وفورا هو إلى أي مدى ستكون قوتها ذات تأثير له شأن مستقبلا. هذا السؤال دكتور عبد الله الأشعل الأخير الذي طرحه فوكوياما، إلى أي مدى ستكون قوة الولايات المتحدة ذات تأثير له شأن مستقبلا؟ عندك إجابة دكتور حول هذا الموضوع؟ إذا عالجت الولايات المتحدة هذه الثغرات الثلاثة فإنها سوف تستمر كقوة عظمى إلى أن يظهر دول أخرى تشاكسها ولكن لا تأخذ مكانها. وحضرتك طرحت يا أستاذ جمال في الأول أو البرنامج، هل تناقص القوة العظمى الأمريكية أم زيادة القوة الأخرى المعاكسة لها؟ أنا أعتقد الاثنين، يعني هناك عوامل تؤدي إلى تآكل القوة العظمى الأمريكية وتأخذ وقتا طويلا. دائما القوة الكبرى زي الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي يأخذوا وقتا طويلا، وطبعا عوامل البقاء وعوامل الفناء موجودة في داخل الجسد الأمريكي، لكن عوامل الفناء دلوقتي أسرع من عوامل البقاء. عشان كده الولايات المتحدة لو عززت عوامل البقاء اللي أنا قلت عليها سوف تبقى كقوة عظمى وتجنب عوامل الفناء. النقطة الثانية إنه في قوة جديدة ظهرت زي إيران والجنوب أفريقيا والبرازيل وغيرها، عدم الاعتراف بهذه القوة ومحاولة أنها تعيد إيران مرة أخرى إلى الحظيرة الإيرانية دون أن تكون قوة إقليمية، هذا يخالف الواقع. لذلك لابد من الاعتراف بالقوة الجديدة ومصادقتها حتى يمكن أن تبني تحالفا جديدا غير قائم على العنصرية في النظر إلى العلاقات الخارجية كمان. يعني الولايات المتحدة تنظر للدول الأخرى بعنصرية، رغم أن الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية اعتمدت مبدأ الاختلاف، يعني العالم كله لابد أن يكون مختلفا عن الولايات المتحدة، لكن جت بعد 11 سبتمبر وعملت العولمة بمعنى الأمركة، يعني كله لابد أن يكون على الطريقة الأمريكية. وفوكوياما نفسه كتب في هذا الموضوع سنة 2002. عشان كده أنا بقول الولايات المتحدة لم تنتهي كقوة عظمى كما قال وزير الدفاع البريطاني لمجرد فوضى الانسحاب،
ولكن هناك عوامل فناء تعمل عملها داخل الجسد الأمريكي، ولا بد أن يتنبهوا وأن يكونوا أمناء في هذا الموضوع. يعني مثلا لا بد أن يراجعوا 11 سبتمبر دي، مين هو بن لادن البدائي الذي يمكن أن يسير طائرة مدنية تخترق؟ يعني في واحد مؤلف فرنسي جاب 300 دليل على أن 11 سبتمبر هذه مرتبة بين المخابرات الأمريكية وبين الموساد الإسرائيلي، لدرجة أن بوش نفسه كان خارج الصورة وكان خارج واشنطن. طيب لا 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 لا, لا نريد هنا نتحدث عن يعني ما ينشر، يعني الله أعلم، لكن نريد أن نتحدث في الوقائع دكتور عبد الله. وأنا أتحول لتايلر ورأيه فيما قاله فوكوياما، خاصة في جزئية سيد جاي تايلر يقول فيها أن الولايات المتحدة ستكون قوة عظمى لسنوات عديدة، لكن مدى تأثيرها سوف يعتمد على إصلاحها لمشاكلها الداخلية وليس على تفعيل السياسة الخارجية. رأيك بهذا التشخيص سيد تايلر؟ Well, first of all, بدايةً hopefully, I mean, I feel fortunate that Dr. Ashara doesn't have to explain to us. إذن أنا سعيد أن الدكتور لا يريد أن يشرح لبن لادن نظريته أن بن لادن لم يكن لديه دور في أحداث 11 من سبتمبر أيلول، فهذا فعلا أمر سخيف، وهي نظرية فعلا هي نظرية مؤامرة سخيفة، خاصة في الذكرى 20 للتاسع من 11 من أيلول سبتمبر. إذن أن نتحدث عن عدم طبعا عن تراجع أمريكا كقوة عظمى مع طبعا قيام روسيا والصين، لنعود إلى العام 1990 عندما قال فرانس فوكوياما أن نهاية التاريخ اقتربت، وأن تطور الإيديولوجيات وفي قد انتهت مع ظهور الديمقراطية الليبرالية، حتى لو هنالك إعادة ظهور الأوتوقراطية، وأن الديمقراطية الليبرالية هي نهاية التاريخ وهي الحالة النهائية. اليوم نحن في حالة ديمقراطية ليبرالية في أمريكا، أمريكا كقوة عظمى التي تحالف مع أوروبا. تحدث الدكتور عن البرازيل وهي ديمقراطية ليبرالية أخرى. اليوم هذه المشهدية إذن تواجه أوتوقراطية عالمية، هذا ما نراه اليوم، هذا ما يجب أن نناقشه. ولا أعتقد كيف يمكن لبيان من قبل وزير دفاع من إحدى حلفاء أمريكا الأقرب إذن ويقول أن الولايات المتحدة لم إذن تتصرف كقوة عظمى لأنها لم ترغب أن تبقى في أفغانستان لعشرين عقدا. لا أرى كيف يعتبر هذا إدانة لموقع ومكانة أمريكا في العالم. أعتقد أن ننظر بعمق أكثر مما يلزم. إذا أردنا أن نتحدث عن الولايات المتحدة والصين وروسيا، إذا كان بإمكان هذه الدول فعلا أن تقوم بإرساء سلام اقتصادي وأن لا يحاولوا مهاجمة بعضهم البعض من خلال رسائل بروباغندا وصراعات اقتصادية في العالم، على سبيل المثال في أفريقيا حيث نرى استثمارات صينية متزايدة، ونرى كذلك عسكرة أمريكية متزايدة في أفريقيا، كيف يمكن إذن مواجهة هذه الأمور ليكون لدينا مستقبل مليء بالسلامة؟ تحاول إدارة بايدن القيام به هو التركيز على تغير المناخ، يحاولون إذن مواجهة مواضيع تغير المناخ. هنالك مبعوث خاص للمناخ جون كاري وزير الخارجية السابق يزور الصين هذا الأسبوع ليتحدث عن موضوع تغير المناخ، ليقوم بالحديث عن إذن السلام الاقتصادي والتماسك الاقتصادي بين الولايات المتحدة والدول العظمى هذه. أعتقد
أعتقد أن نصور الانسحاب الأمريكي المرتبك والفوضوي والدموي والفظيع مع ظهور إذن تنظيم الدولة خراسان، ومع أيضا محاولة الأفغان الهروب، وأن يحاول الأمريكيون مساعدتهم، والطالبان يتفرجون فقط ولا يوقفون ما يجري. كل هذا فعلا أظهر ربما أن أمريكا تتراجع، وأعتقد أن هذا نستنتج بسرعة، ولا يمكن أن نستنتج هذا الموضوع الآن. طيب سيد جاك أرنولد، عندما نعتمد على ما جرى في أفغانستان، أعتقد أن المشكلة الحالية هي مشكلة دائمة في المتحدة، وهي الانعزالية. لقد تحدث الدكتور عن تدخل المتحدة في الحرب العالمية الثانية. هي لم تأتي لتنقذ بريطانيا، بل هي كانت تحاول أن تواجه الهجوم على بيرل هاربر لليابانيين، والاتحاد الأوروبي السوفيتي لم يساعد أوروبا، بل قاموا أرادوا أن يحتلوا بولندا. بالتالي إذن المشكلة هي فعلا النزعة الانعزالية في المتحدة، وهذه النزعة، هذا التوجه، وهذه النظرة هي التي أدت فعلا إلى إنهاك أمريكا خلال 20 عاما من احتلال أفغانستان، التي وصفوها كحرب بلا نهاية. بالتالي إذن هذه النزعة الانعزالية أثرت على المرشحين الرئاسيين، أثرت على سياسة الانسحاب من أفغانستان، بدءا من الرئيس ترامب السابق إلى الخطأ التكتيكي الذي قام به الرئيس. سيد جاك أرنولد، الاعتماد على ما جرى مشاهد أفغانستان في الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية إمبراطورية بدأت مرحلة الأفول، لا نقول أفلت، نقول بدأ يعتريها الضعف، ألا تعتقد أن هذا فيه شيء فيه شيء من عدم الواقعية سيد جاك أرنولد؟ لأن في فيتنام أيضا حصل هذا، ولكن أمريكا لم تسقط أو لم تتراجع. في خليج الخنازير في كوبا أيضا كان هناك هزيمة، لكن أمريكا بقيت قوة عظمى. لماذا الآن الحديث أن أفغانستان تمثل تحولا؟ في أفغانستان الأمريكيون لم يستمروا بالسياسة التي كانوا يقومون بتطبيقها خلال 20 عاما الماضية. هذا الفارق. إذن فقدوا عزيمتهم، وهذا ما أدى إلى المشاهد التي رأيناها على شاشات التلفزة. هذا لا يعني أن أمريكا تراجعت، هذا لا يعني أن أمريكا لم تعد قوة عظمى أو قوة كبرى. المعركة اليوم هي في السياسة الأمريكية. إذا الشعب الأمريكي يريد أن يستمر على هذا المسار، أن يلعب هذا الدور، دور القوة العظمى، وكبريطاني أنا أقول آمل أن يستمر في لعب دور القوة العظمى. في عندما ذكرنا فوكوياما وما تحدث به سيد أرنولد، يقول شيء أو يشير في أفكاري إلى شيء مهم. يقول أنه أحادية القطبية في التاريخ الإنساني أو في التاريخ العالمي هي حالات نادرة جدا، وأن طبيعة الدول هو التعددية القطبية، ومع اكتساب الصين وروسيا والهند وأوروبا مراكز أخرى في العالم والمزيد من القوى مقارنة بأمريكا، فإن هذا قد يعيد ترتيب الأمور. رأيك سيد أرنولد؟ لا أعتقد أنه في المستقبل القريب أن هذه الدول تحدثت عنها سوف تتخطى الولايات المتحدة. إذن تصعد وتسقط الدول، هذا ما رأيناه عبر التاريخ. بلدان مثل الصين والبرازيل
وغيرها من الدول هنالك تغيرات فيها. نعم هي أصبحت اليوم قوة متصاعدة، لكن هذا لا يغير أن الولايات المتحدة تملك القدرة على أن تكون قوة عظمى. قد تكون تعثرت في قضية أفغانستان أو التعاطي مع أفغانستان بسبب الرأي العام في الولايات المتحدة، لكن هذا لا يغير الواقع أنها تملك قدرات القوة العظمى. ما نريد أن نرى هو أن تستمر أمريكا في أن يكون لديها الإرادة لتبقى قوة عظمى. دكتور عبد الله الأشعل، في المقابل خصوم الولايات المتحدة الأمريكية وأعدائها سواء كانوا إقليميين أو دوليين يبدون أكثر جرأة في مواجهتها الآن، وتبدو كثير من القوى تحاول مراقبة ما يجري. أتحدث ربما كمثال عن الشرق الأوسط حاليا أو منطقة غرب آسيا، كثير من القوى لديها هامش تحرك الآن بعيدا عن السياسات الأمريكية. كثير من القوى المناوئة لأمريكا تجد نفسها الآن بوضع أفضل. ألا تعتقد دكتور عبد الله بأن هذا سوف يكون له تداعيات جيوسياسية وموازين قوى وتغيرات في موازين القوى سوف تحدث كثير من التغييرات في المنطقة؟ نعم هذا صحيح، لكن عايز أقول أن على مستوى القوى العظمى هي الولايات المتحدة الوحيدة كقوة عظمى. أما الدول الكبرى Great Powers ففيها الصين وفيها جنوب أفريقيا وفيها روسيا وفيها كل الدول وإيران وكده، ده مستوى تاني. ولذلك الولايات المتحدة هناك فرق بين مقومات الدولة العظمى في الولايات المتحدة وبين تفعيل هذه المقومات في صورة نفوذ سياسي على الدول الأخرى. طبعا الدول الإيمرجينج باورز زي إيران وزي المكسيك والبرازيل وجنوب أفريقيا، هذه الدول لا تنهي الولايات المتحدة ولكن تجهد الولايات المتحدة كقوة عظمى في المنطقة. الولايات المتحدة تقوم منذ سنوات بإعادة ترتيب أوراقها في المناطق. يعني ما يعتقد المراقبون في الشرق الأوسط أن الولايات المتحدة تخلت تماما عن الشرق الأوسط غير صحيح. الشرق الأوسط لم يعد في المكانة التي كانت تعطيه الولايات المتحدة من قبل، إنما هي تركز على المحيط الهادي مثلا، تركز على المحيط الهندي، تركز على المحيط الأطلسي باعتبار أن أوروبا لابد أن يكون هناك إعادة أنيميشن للعلاقة بين الولايات المتحدة وبين أوروبا. الولايات المتحدة كقوة عظمى نعم تفقد الكثير ولكن لا تزال قوة عظمى. دكتور عبد الله، موافق على تحليل الأستاذ من واشنطن. دكتور عبد الله الأشعل الأكاديمي والدبلوماسي السابق، كنت معنا مباشرة من القاهرة، أشكرك جزيل الشكر. سيد جاي سايدر محرر شؤون الأمن القومي في صحيفة واشنطن تايمز من واشنطن، أشكرك جزيل الشكر. سيد جاك أرنولد النائب السابق عن حزب المحافظين من لندن، أيضا شكرا جزيلا. مشاهدينا المسائي انتهت، شكرا متابعة، إلى اللقاء.